أستاذ حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، حياك الله سيد النايف. يعني إحنا نقول ببطء تعافينا من جائحة كورونا وظهر هذا مرض الحمى النسفية من الجنوب إلى الشمال. جنابكم صرحتم من يوم 28 نيسان سيطرتكم على بؤر هذا المرض اللي بالفعل سجلت إصابات بالمحافظات وتحديدا الجنوبية. هل بالفعل هذا الهلع راح ينتهي؟ نعم، بداية تحية لك ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة مرض الحمى النسفية هو مرض هذا مستوطن كل عام هيك وقت يطلع. المسبب الرئيسي مالته هو حشرة القراد. هاي الحشرة تتواجد بالأماكن اللي تكون غير نظيفة، أي بالحظائر تكون اللي ما معقمة تتواجد هذه الحشرة، تسبب مشاكل حقيقة، وعند لدغ يعني القرص أو تنقل الدم يصير مرض، وهذا المرض حقيقة خطير جدا. احنا نقوله بكل صراحة انه هذا المرض خطير اذا ما وصل الانسان. يعني مجرد يوصل الانسان نسبة التشافي ما تكون قليلة. ووزارة الصحة، الاخوة في وزارة الصحة دورهم كبير في هذا الجانب بعد الاصابة، لكن احنا نأكد عندما بدأت البؤرة في محافظة ذي قار احنا استنفرنا كوزارة، وبل مستنفرين في هذا الوقت كل عام من اجل تغطيس كل الحيوانات اولا وتنظيفها، وكنا فقط نعاني من مسألة انه المنطقة المصابة. هذا العام السيد وزير الزراعة اوعز بشراء مبيد، وهذه اول مرة بالتاريخ مبيد يقضي على القراد، والعملية المكافحة تمت كل الحيوانات المصابة المشتبه كلها حتى نسوي عملية تدارك لهذه الحشرة وعدم وصولها للإنسان أو الحيوان. وبالتالي استطعنا نحد من الإصابات اللي بالبداية كانت قوية، نحد منها اليوم تلاشت الإصابات. نحب نؤكد أيضا وزارة الزراعة هي المعنية بمتابعة هذه الحشرة، لأن هذا جهد حيواني. وبعد الإصابة إذا ما صارت إصابات، نعم وزارة الصحة تكون هي المسؤولة عن العلاج والأمور المتعلقة بها، أما قبل هذا الأمر فهي وزارة الزراعة. طبعا حذرنا كل المجازر وكل البلديات بأنه يجب منع الجزر العشوائي وعدم شراء اللحوم من غير المرخصين، بل من المجازر المرخصة ومن القصابين المرخصين، وهذا طبعا إجراء وقائي علما أن اللحم المصاب بالحمى النزفية إذا ما حدث بدرجة الحرارة العالية ينتهي دوره. هذا حتى نحب نؤكد. طيب، لكن مع ذلك النقطة بس خليني أتوقف على هاي النقطة. نعم. سيد النايف، يعني جنابكم هسه كوزارة زراعة أنتم جهزتم كافة المستلزمات والمستوصفات الطبية بالنسبة إلى بالمبيدات الخاصة بحشرة القراد، لكن النقطة هسه بدي تقولها أنت، في حال لا سمح الله أكو بعض النفوس اللي نتكلم عليها اللي تذبح خارج المجازر المرخصة فيأخذون اللحوم، قلت انه بدرجة حرارة عالية يعني هاي اللحوم تموت، يعني تنتهي من عندها الفيروس؟ نعم، هو هذا حب فقط نؤكد هاي معلومة علمية. يعني اذا ما حدث خطأ واحد اشترى لحم صدفة يعني ويكون به مريض، بدرجة الحرارة العالية ينتهي الفيروس، ما ينتقل لهذا. لكن المشكلة هي وين؟ ان ينتقل المرض للانسان بالتلامس، يعني عندما يتلامس مريض مع مريض مع حيوان عادي. ولهذا كل الإصابات صارت للذين يربون الحيوانات، يعني قريبين من الحيوانات، فحشرة القراد هي المسبب الرئيسي لهذا الأمر. كذلك اليوم المجازر تعرفين حضرتك ما تابع لوزارة الزراعة، صحيح، مثل ما هي العلا والخضر تابع إلى الأمانة بغداد. إحنا فقط عملية الجزر والمتابعة. ولهذا حذرنا يجب أن يكون الذبح رسمي، ويجب أن يكون إجراءات وقائية مهمة حتى نحمي المواطنين، وهذا ليس عيبا حقيقة. تدارك أي مرض اليوم لا تأخذ احتياطات وقائية، وهذا معمول بعدين المرض ليس بالعراق، حتى بدول الجوار موجود، لكن هناك أكو إجراءات سريعة. صحيح. تنظيف الحظائر مهم جدا حتى نخلص من هذا المرض. زين، خلي أرجع إذا سمحت لي سيد النايف أرجع